مرتده لمصلحه منتخب البحرين، تتحيى الكره محاوله مرور داخل منطقه الجزاء وتسديده، ولكن ايضا كان هناك متابعه جميله جدا ايضا لناحيه اليمين ومحاوله مستمره لمصلحه منتخبنا الوطني، يحاول يمر السويد وكره بالعرض سويده ما مرمى على براس الله، كره جميله جدا راسيه من هذا اللاعب السويد، ولكن ايضا متابعه ايضا حائط صد ثنائي، ملعوبه الكره داخل منطقه الجزاء ومحاوله بالراس تتحيى الكره ولكن بيد حارس المرمى حمد الرويعي، اليسار محاوله مرور من الشحان كره بالعرض ومحاوله ولكن ايضا مقطوعه، تتحيى الكره كانت هناك محاوله من عبد الله الشحان كره بالعرض، خطا لمصلحه المنتخب البحريني، خالد عبد الرحمن ملعوبه الكره تتحيى الكره بالراس الله، جول للمنتخب البحريني، ومحمد سالمين شوف العادم البطيء شوف الخطا شوف الخطا شوف هيا الكره بالراس شوف محمد سالمين وعدم متابعه ايضا من لاعبي خط الدفاع، شوف تتهيأ الكره من محمد حسين، هذا محمد الحسين اللي ذكرنا انه كان له نصيب الاسد في ضربه الجزاء امام الكويت، هيا الكره محمد حسين لمحمد سالمين، شوف محمد حسين ومحمد سالمين في عدم متابعه 26 دقيقه من الشوط الاول، هدف للبحرين ملعوبه الكره الراسيه ولكن يتعدى الجميع، رجع الحائط الصد 10 خطوات وعبيد الدوسري تسديده من عبيد الدوسري ولكن في يد حارس المرمى، هي الكره ناحيه اليسار الصقري يتقدم امام الصقري وكره بالعرض ومحاوله ولكن ايضا انقضاض من محمد حسين، تسديده قويه لمحمد زي الله سلمان عيسى، محاوله المرور تتهيأ الكره كره بالعرض خط لمصلحه المنتخب البحريني يسدد الكره ولكن برافو ناحيه اليسار لصالح الصقري، صالح الصقري ناحيه اليسار يمر الكره كره بالعرض ولكن ايضا تصدى ايضا من المدافع تصل لحارس المرمى استفاده من الكرات الهوائيه، ملعوبه كره صالح الصقري وداخل المرمى ولكن ابعاد الكره من حمد الرويعي، بطاقه صفراء ملعوبه الكره لسويد، سويد ناحيه اليمين كره بالعرض امام المرمى خطره ولكن ايضا انقضاض من حارس نفس الموعد المباراه ايضا، تتهيأ الكرة ناحية اليمين محاولة تسديد الله لطلال يوسف، كرة الرد تتهيأ الكرة تسديدة قوية ولكن إلى خارج أرض الملعب، انطلاقة من الدوخي ملعوبة كرة بالعرض أمام المرمى ولكن أيضا بالرأس إلى خارج أرض الملعب من سامي جابر، محاولة مرور أيضا من فيصل عبد العزيز، محاوله مرور تتهيأ الكره داخل منطقه الجزاء خط لمصلحه المنتخب الوطني، كره بالعرض امام المرمى ممكن تسديد ولكن ايضا تنتهي الكره باخراج، كان هناك محاوله من سويد ولكن ايضا محمد حسين لناحيه اليمين ولا وجود للتسلل، الدوخي امام المرمى ممكن يسدد الله 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 الله, الله, الله. وهدف التعادل لمنتخبنا الوطني من عبيد الدوسري، كرة جميلة جدا وانطلاقة أيضا من أحمد الدوخي ولا وجود للتسلل لأحمد الدوخي والكرة بالعرض وفرحة للجماهير السعودية، هدف التعادل في الدقيقة 40 كانت انطلاقة من أحمد الدوخي، شوف العادل البطيء شوف الكرة العرضية شوف الكرة جميلة جدا وانطلاقة جميلة جدا أيضا، شوف العادل البطيء ولا وجود للتسلل، شوف أحمد الدوخي شوف الكرة العرضية شوف المتابعة الجميلة جدا أيضا من عبيد الدوسري، شوف عبيد الدوسري شوف المتابعة الجميلة وعبيد الدوسري وهدف التعادل لمنتخبنا الوطني